السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبابي الكرام في عالمنا عالم الزراعة الممتع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم موضوعنا عن نبات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نباتنا اليوم هو نبات الخنشار، من أسمائه السرخس أو الفوجر، وهو نبات دائم الخضرة سريع النمو والانتشار، ويعد من أسرع النباتات نموا سهل العناية والإكثار. وهو نبات مميز جدا، وهو نبات عشبي، أوراقه مركبة طويلة ريشية كما نراها، ريشية الشكل ومتدلية، لها القدرة العالية على تنقية الهواء من الملوثات الكيميائية، فهو من النباتات الجميلة في وضع التعليق. هذا النبات لا يزهر أبدا، ويحب الرطوبة العالية، ويتحمل قلة الإضاءة، وكما نرى ويزرع لجمال أوراقه المتهدلة والشريطية، يستخدم كنبات معلق نقدر نعلقه، وهو من النبات التي يحب الرطوبة ويعشق الرطوبة. كما نلاحظ احنا حاطينه في أوار، ومن داخل الأوار حاطين أوار كمان، بحيث ان احنا نرطب جو حواليه، وترطيب التربة من حوله. فهي الحركة، أو بإمكاننا ندير هاي الحركة، وإمكاننا إن إحنا نحط حصى أسفل النباتات، ونجعل الحصى دائما مبلل. فبهاي الطريقة تظل تربتنا بها رطوبة، لأنه من النباتات التي تعشق الرطوبة في التربة. أيضا ويزرع لجمال أوراقه اللي احنا التي نراها أمامنا. أيضا وطرق العناية، ظروف العناية يجب أن تكون مشابهة لظروف نموه الأصلي، ومن نموه الأصلي من حيث الحرارة والرطوبة والمياه. ونبات الخنشار يفضل زراعته في المناطق الظلية أو النصف ظلية، إضاءة متوسطة أو حتى إضاءة عالية عادي، ما في مشكلة، بس أهم إشي نبعده عن أشعة الشمس المباشر. يعني إحنا لو زرعناه حتى لو خارج المنزل في الحديقة، نراعي أنه لا يصله شمس مباشر. فحتى لو في نبات في مكان ظل ما في مشكلة، ظل إضاءة بسيطة ما في مشكلة. أهم إشي بعده عن الشمس المباشر. وبالنسبة للري، نجعل الأرض دائما رطبة، فري بانتظام، ويكون الأرض دائما رطبة، ولا نعرضه للعطش، لأن احنا زي ما حكينا هو نبات محب للرطوبة، فلا يتحمل درجات الحرارة العالية ولا أشعة الشمس المباشر. وبالنسبة هذا النبات، فهو من النباتات الممتازة جدا، و يزرع في تزيين الحدائق كما نرى. وعليكم هاي الصور، بإمكانكم أنكم أنتوا تطلعوا عليها، وبإمكانكم أن تروا ما فيها والأشكال وأماكن وضعها بالمنزل. فهو ما شاء الله عليه يعطي منظرا جميلا جدا في المنزل، ويعطي تنسيق جيد. وإن شاء الله تكونوا استفدتم من هاي المعلومات، وبترك لكم بعض من المعلومات في صورة حتى تقرأوها، وبإذن الله تعم الفائدة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تنسى الصلاة على النبي واللايك والشير، ولا تنسى زكاة العلم تبليغه. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإلى أن نلقاكم في فيديو آخر مع نبات آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.